لما قلت يا رب الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. الإسلام دين ومنهج بيعلمنا في كل لحظة إن الأخلاق سر من الأسرار. إزاي نحترم الكبير ونرحم كل صغير، ولو مرة غلطنا مش عيب أبدا الاعتذار. الإسلام دين بيحترم الإنسان مهما كان رأيه ومهما اختلفت الأعمار. وأكبر دليل إن رسولنا علمنا معنى مهم جدا، وهو استئذان الصغار. يا ترى ايه المقصود باستئذان الصغار؟ ده اللي هنقوله ان شاء الله النهارده مع فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ، السلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. بنتعلم من الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كل شيء مفيد في حياتنا. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام استاذن من طفل صغير وهو عبد الله ابن عباس. نعم. كان ايه الموقف؟ بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو هذا الحديث ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند أصحاب السنن من حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري. بوب له الكثير من علماء الحديث باب استئذان الصغار، باب استئذان الأطفال. القصة إزاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، وعن يمينه سيدنا عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يساره سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، عدد من الأشياخ يعني من كبار المكانة والمقام والسن. فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب، ماء لبن شراب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الشراب هدية، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شوفي بقى حضرتك، يا بخت اللي هيشرب بعد سيدنا النبي مباشرة. طبعا فضلة سيدنا النبي وبركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اللي على اليمين غلام صغير لم يتجاوز 10 سنوات، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى سيدنا عبد الله بن العباس لم يكن تجاوز 10 سنوات، يبقى إذن هو دون 10. وعن يساره الأشياخ، بعد ما خلص الشرب يعطي لمن؟ أيبدأ بالأيمن وهي دي السنة، ولا يبدأ بالكبير؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام سيدنا عبد الله ابن العباس، قال له أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ يعني أتأذن لي أن أنا أعطيهم؟ فسيدنا عبد الله بن العباس نظر القضية مش في الشرب نفسه، إنما نظر إلى بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فضلة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بركة من يشرب وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني نصيبي من بركتك بعد شربك أنا ما تنازلش عنها أبدا لحد أبدا. فتله النبي في يده، فتله يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء في يد عبد الله بن عباس وقال اشرب، فشرب ابن عباس ثم أعطى النبي الأشياخ. خلص الحديث. الحديث العلماء تعرضوا له بالشرح، حديث جميل. رقم واحد، قد إيه إحنا الأطفال في عينينا والأولاد الصغار لابد أن نرعاهم، لأن الموقف ده لو في الحقيقة أو في الحياة بتاعتنا إحنا هيبقى العكس.
بالظبط، لكن هو خطأ لأنه باب الأيمن فالأيمن، يعني أبدأ باليمين. كمان الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون، يعني ابدأوا دايما باليمين. نقطة منهم مهمة جدا، قد إيه ديننا دين آداب. عارف حضرتك ما يسمى في العلم الحديث الآن البروتوكولات والمراسيم، هو أساسها كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أو ما يسمى بفن الإتيكيت. أيوة، أقدم إيه، أقول إيه، الست تقعد فين، اتكلم إزاي، اعمل إيه، إلى آخره. أصله في ديني. صحيح. أصله قرآن وسنة. صحيح. هاتوا أي حاجة من المراسيم والبروتوكولات وفيما يسمى بفن الإتيكيت وهتلاقوا ليها مرجع، إلا وآتي لك بما يدل عليه. صحيح. من القرآن والسنة. صحيح. ديننا دين الرقي، ديننا دين التحضر، ديننا دين الآداب العظيمة. تعالوا تعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب كل شيء، حتى أدب النظرة، حتى أدب الكلمة، حتى أدب الإشارة باليد، حتى نهانا عن أصبع الاتهام، أدب دخول الحمام، أدب الخروج منه، أدب النوم، أدب الاستيقاظ، كل شيء في القعدة وفي طريقة الكلام وفي الأسلوب، كل حاجة بيعرفك تغتسل إزاي، والاغتسال من الجنابة غير الاغتسال العادي، غير الاغتسال الست من الحيض. عظمة دين والله لا يكون إلا من عند الله رب العالمين. فهو دين الأدب والعظمة رقم واحد. بيعلمني خلي بالك من الطفل واعمل حسابه، وحقه لابد أن يأخذه قبل وجوده. يعني الطفل ابني أنا أعمل حسابه بإذن الله قبل ما يوجد، قبل ما يوجد في الدنيا أنا عامل حساب ابني. أعمل حسابه إزاي بقى؟ عندما أختار أمه. طبعا لازم أختار أم طيبة، أم من دي عائلة. دي نقطة مهمة جدا 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 يا شيخ، لأنه أنا هانم الأغلب. خلينا واضحين، مفيش حد، مفيش راجل بيربي لوحده طبعا، لازم الست بتربي معاه إلا نادرا، ست غلبانة ده موضوع تاني. لكن الأولى إن أنا لابد إن أنا أختار الأم والأم والعيلة. يعني أنا دايما بيبقى عندي اعتراض على فكرة إنه إذا أنا واخدها لوحدها. لا، أنت مش واخدها لوحدها على فكرة. هو في مين هيبقى جد ولادك، مين هتبقى جد ولادك، مين هيبقى خالها خالتها، مش ده مهم ولا إيه؟ أحسنتي جدا. أنا مبسوط من هذا الكلام، الله ينور عليكي. أنا مؤمن بده. أصله مش شخص قدام بنت، راجل قدام ست، لا خالص، ده عائلة قصاد عائلة. صحيح. أنت بتختار لأولادك الخال والجد والعائلة، أنت بتختار لأولادك اسم هيكون جدهم. ما تقولش لا 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 هي كذا، لا، في حديث ضعيف واضحة، إياكم وخضراء الدمن. إيه خضراء الدمن دي؟ خلينا أشرحها لك في اللغة العربية. طب ناخد التليفون ونقولها؟ ناخد التليفون. معانا مين؟ أمت الله، اتفضلي. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه نميه؟ الحمد لله بخير. لو سمحت عايزه اكلم الشيخ رمضان. اتفضلي. خير يا رب. ازي حضرتك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك، اهلا بيك. انا لسه كلمه حضرتك قوي، انت تمام قوي، ربنا يرضيكي. افتح مني ارجوك. اتفضلي. انا كان عندي ولد عنده 6 سنين ونص. مش سامع قوي. انا كنت بخاف عليه قوي. كان عندها ولد عنده 6 سنين. وانا كنت بحبه قوي وبخاف عليه قوي. اهدي بس، اهدي عشان نعرف نسمع. الله يرضيكي. اهدي. بعدها كان عندي زياره عند حد قريبنا، عند جده. انا كلمت حضرتك قبل كده وكان نفسي اتواصل معاك بس هم قفلوا الخط. فهو واقف، دي واحد بيجرب ينقل العربيه بمكانها، العربية خبطته وتوصف وقتها. يا الله. أنا كنت بحبه قوي قوي قوي، متعلقة بيه قوي، ومن وقتها وأنا تعبانة قوي. عايزة حضرتك تقول لي يا شيخ رمضان، بقاله قد إيه متوفي؟ بقاله 8 شهور. سنه كان قد إيه؟ 6 سنين. لا حول ولا قوة. ربنا يصبر قلبك يا رب. كنت عايزة أعرف هو ده عمره؟ واللي عمل فيه كده جزاؤه إيه؟ واللي مات بخبطة عربية قوية في وقت كده، ده من الشهداء؟ ابني سامعني هو حي عند ربنا ولا هو كده خلاص؟ عايزه اعرف. انا ما كنتش قادره اصبر خالص، ابني وحشني قوي، ما كنتش عارفه اعيش ولا اي حاجه من غير ده. كان عمره ولا الاهمال والتقصير ده؟ انت عندك اولاد تانيين؟ انا اتوفى عندي واحد قبلها، السنه اللي قبلها كان مولود عنده 21 يوم. اتوفى. ايوه اتوفى، هو عنده 21 يوم في الحضانه. وعندي بنت تانية عندها 5 سنين.
ربنا يخليها لك يا رب. قول لي يا شيخ رمضان ارجوك، دلوقتي عقابه ايه عند ربنا؟ حاضر حاضر يا ستي، حاضر، ربنا يصبرها. امين يا رب، امين يا رب. رقم واحد فيه اثر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وقصته دابته فهو شهيد. وقصت الدابه يعني الفرس مثلا ضرب حد برجله فجت في مكان مات، قالوا شهيد. فالعلماء قالوا: وقصت الدابه اقوى ولا صدمه السياره؟ قالوا صدمه السياره. فقاسوا انه من صدمته سيارة أو شيء من هذا القبيل فهو شهيد، ولعل هناك أثر يدل على ذلك، من صدم فهو شهيد. طيب هو طفل أصلا 6 سنوات ومش محتاج هذا الأمر، لأنه بفضل الله وحده لن يحاسب، لم يجري عليه القلم خالص. ده هو دلوقتي تخيلي حضرتك إن هو في الجنة ومع كل اللي من أهله اللي ماتوا قبله، يعني لو له جد أو جدة أو عم أو خال مات قبله فهو معه الآن في الجنة وسعيد ومستريح وعايش وبيحس بينا بأي حاجة من الخير اللي بيبعتها له. نقطة من أول السطر، لما مات ولد سيدنا داود حزن عليه حزنا شديدا، فأوحى الله عز وجل إليه: يا داود كم كان يعدل ولدك عندك؟ ابنك كان يسوي عندك قد إيه؟ قال له: يا رب كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. قال له: يا داود لك عندي ملء الأرض ثوابا. يبقى على قدر المصاب على قدر الأجر والثواب، اعتبريها من المأثورات. على قدر المصاب على قدر الأجر والثواب. ربنا يعلم مدى وجع قلبك، ربنا يعلم مدى ألم نفسك، ربنا يعلم مدى الألم اللي منطوي عليه القلب ومش قادر أقوله، سواء بقى أحس به غيري أو لم يحس. ربنا يعلم بالدمعة الحارة اللي نزلت من عينك طبعا ومقدرها قوي. كم كان يعدل ولدك عندك؟ قال: كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. قال له: لك عندي ملء الأرض ثوابا. يا رب ما جزاء المؤمن الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك؟ قال: أن ألبسه رداء الإيمان فلا أنزعه عنه أبدا. مات ولد سيدنا سليمان، مات ولد سيدنا زكريا، سيدنا إبراهيم كاد أن يذبح ولده، ابن سيدنا نوح غرق أمامه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أولاده جميعا إلا السيدة فاطمة. ولما بيموت ابن الإنسان ربنا يقول وهو يعلم: يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني أنت من أهل الجنة وتدخلي تسكني قصر في الجنة. مش كده وبس، ده بشارة جميلة. ده عندها دول ولدين كمان. شوفي سعادتك، كل ست سقطت مهما كان السقط، سواء كان سقط واحد سقط اثنين عامله حقن مجهري وسقطت إلى آخره، السقط ده يوم القيامة يأتي يوم القيامة فيأخذ بيد أمه وبيد أبيه ويدخلهم الجنة بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له 3 من الولد كنا له حجابا من النار وبابا إلى الجنة. قالوا: يا رسول الله طب الاثنين؟ الاثنين. قال: يا رسول الله من مات له 1؟ قال: من مات له 1 كان له حجاب من النار وباب إلى الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن السقط ليجر أمه بسريره إلى الجنة إذا احتسبته. ربنا يصبرها يا رب. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي، اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، سريعا كده قبل ما ندخل في أعمال الخير والصدقات وأعمال جمعية البر والتقوى، خلينا نوضح. حضرتك كنت قبل الفاصل بتتكلم عن مين هي خضراء الدماغ. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعفه كثير من العلماء، قال: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء.
يعني مرأة جميلة وحلوة لكن في منبت سيء في بيئة سيئة، لابد إن لأنه الإنسان ابن بيئته. صحيح. فلما أجي أختار لابد إن أنا أختار بنت خلق ودين وعائلة طيبة والأدوار في مكانها. يعني ما تخونش دور الأم مكانه والأب مكانه. الله ينور على سعد. مين بيسوق يا فندم؟ مين قاعد على الدريكسيون عشان لما تجيني ما تستغربش إن أنا اللي قاعد على الدريكسيون وهي قاعدة جنبي معززة مكرمة، أنا قوام لها، لكن أنا صاحب القرار. ما تجيش هي اللي بتاخد القرار وتقول لي ينفذ، غير مقبول طبعا. فأدي معنى كلمة خضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء. نتكلم بقى عن الصدقات وأعمال الخير، والصدقة أجرها وثوابها أو رد الفعل عليها ما بيبقاش بس في الآخرة، وكمان في الدنيا. أي حد بيتصدق ربنا بيفتح له الأبواب المغلقة، ييسر له أموره، يسهل له أموره، يعني لو عنده أي ابتلاء في أي شيء، مرض، أولاد، زوجة، رزق، بيتفك بأمر ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. أولا هو دليل الصلاح، قال الله عز وجل فأصدق وأكن من الصالحين. فمن علامات انك رجل صالح او امراه صالحه الاكثار من الصدقات. نقطه ثانيه، انه ربنا سبحانه وتعالى بيعطي المتصدق رقم واحد، ينزل الله البركه في ماله ويحببه الى خلقه ويدفع عنه البلايا والعاهات، كل ده في الدنيا، ويجعل صدقته سترا بينه وبين النار وظلا على راسه يوم القيامه. كمان اللي انت انفقته مره هيرجع لك 70,000 مرة. وسيدنا النبي بيقسم لك على ذلك، ثلاثة أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، يعني عمر الصدقة ما بتنقص المال، واللي انت بتديه للفقير ده مش رزقك انت، ده رزق الفقير بس جاي عن طريقك انت. كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا انه الصدقة بتصون العرض، وده في الدنيا مهم جدا. يعني تخيلوا يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذبوا، ذبوا يعني ادفعوا عن أعراضكم بأموالكم. فالصدقة سبب في الستر، الصدقة سبب في تحصين عرضك، رجال وبنات في هذا الزمان الصدقة بتدفع الفتن، الصدقة بتفتح الأبواب المغلقة. تغير القدر؟ طبعا تغير القدر طبعا، والأقدار بتتغير بالصدقات وبالدعاء وبالدعاء وبالذكر وبصلة الأرحام وببر الوالدين وجبر الخواطر طبعا وجبر الخاطر والتسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن صلة الأرحام وآت ذا القربى حقه وآت المال على حبه ذوي القربى. فإتيان المال للقريب وغير القريب وللقريب وللبعيد طبعا يفتح الأبواب المغلقة وييسر الأمور المعسرة وييسر لك ولأولادك كل أمر. مش كده وبس، سبب في غفران الذنوب، الصدقة تطفئ الخطيئة. يعني حد عمل ذنب، من الأعمال الصالحة بعد التوبة من أعظم ما يكون اعمل صدقة. يلا اعمل منهج تأديب إبليس. حلوة قوي ده، دي يعني ايه؟ اقول لي ساعات خليها من المأسورات، منهج تأديب إبليس. سهل جدا، إبليس يوقعك في ذنب. بعد الذنب رقم واحد سورة البقرة كاملة، رقم اثنين صدقة عظيمة، رقم ثلاثة قيام ليلة، رقم أربعة صيام يوم. ده من كل اهو كل الحاجات متاحة. يا نهار أبيض، ده إبليس بقى هيعمل ايه؟ ما هو خلي بال حضرتك، هو لما وقعني في ذنب أنا خدت ايه؟ ذنب واحد. طب لما قرأت سورة البقرة خدت 250,000 حسنة، فيبقى هو خلاني خدت ذنب انا عملت فيه ايه؟ خدت بفضل الله وحده 250,000 حسنة. ليس هذا فقط صدقات، تخيلي بقى الاجر والثواب. مش كده وبس، هقيم الليل ان شاء الله ركعتين، رقم الأربعة لو قدرت اصوم يوم. ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحسنات يذهبن السيئات، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فيلا نعمل منهج تأديب إبليس، عاقب كل ذنب هتصدق وأقرأ سورة البقرة وأقيم الليل إن شاء الله. نقدمه تأديب كبير. نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فعلا الماء مصدر الحياة، فلولا الماء ما استطاع الإنسان أن يعيش، وهذا الماء لابد أن يكون صالحا للشرب. النهاردة احنا جينا قرية من قرى مدينة أو مركز القصاصين التابعة للإسماعيلية، قرية السلام، وفي إحدى العزب المجاورة لهذه القرية جئنا لنرى بأعيننا وليس من رأى كمن سمع. جئنا اليوم بدعوة كريمة من جمعية البر والتقوى لنرى هذا الماء الصالح للشرب. لما سئل سيدنا رسول الله وقيل له: يا رسول الله، سيدنا سعد بن عبادة بيسأل النبي، بيقول له: إن أمي ماتت، عايز أعمل لأم صدقة بعد موتها تعود عليها بالنفع في قبرها. قال له إيه سيدنا النبي؟ قال: أفضل الصدقة سقي الماء. إن يجي إنسان يشرب من هذا الماء، أو طفل صغير يشرب من هذا الماء، أو يستعمله أهل هذه القرية في إعداد الطعام في بيوتهم، فهذه نعمة تقدمها لأجل الله جل وعلا. شربة الماء النظيفة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا. طيب يوم القيامة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن في القرآن آية وهي للقلوب طب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. يلا تعالوا أقبلوا على فعل الخير، فالإنسان العاقل الذكي اللبيب هو الذي يستثمر المال في الدنيا قبل أن يرحل من هذه الدار. وزي ما احنا شايفين كده على محطة التحلية اللي موجودة أمامنا، أكثر من واحد وأكثر من واحدة تبرعوا لإنشاء هذه المحطة. أسأل الله أن يجزل لهم العطاء والمثوبة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. اللهم آمين يا رب العالمين. لما زمان كان بيجي عيد الأم أو أي مناسبة وأبقى عايزة أهادي جدتي أو أمي الله يرحمهم، كنا بنقعد نقول إيه؟ طب نجيب لهم إيه؟ طب هما محتاجين إيه؟ ما كانش فيه الوعي اللي موجود دلوقتي، والمعرفة بالجمعيات، وإنه في حاجة اسمها سقي الماء، وفي حاجة اسمها إن إحنا ممكن نعمل صدقة وهم عايشين في الدنيا. ما كانش وقتها فيه الفكر ده. النهاردة إحنا بنتكلم في ده كتير، بنقول يا جماعة إن أنتوا لما تهادوا بحاجة زي كده هم موجودين في الدنيا، فرحتهم بيها تبقى كبيرة جدا. من الله ينور على سعادتك، انا بدعو الناس انه انا مش عايزك تعمل الخير بس، انا عايزك تدل الناس على الخير، انا عايزك تعمل الخير لنفسك ولغيرك، انا عايزك طاقة نور، انا عايزك مفتاح بر وخير. يلا اعمل الخير ليك ولوالديك احياء وامواتا. ايه المانع انك تعمل لنفسك سهم، ولوالدك سهم، ولوالدتك سهم، ولزوجتك سهم؟ ممكن في نفس المكان، ممكن. طب ممكن في أماكن متفرقة، ممكن. الجميل كل واحد فيهم هيصل الأجر كاملا، وإيه كمان؟ وناخد مثل أجره زيادة بر والدي وزيادة حسن عشرة زوجتي. أنا لا أريدك فاعل خير فقط، وإنما أريدك معلم خير. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ما قالش يعمل، إنما قال إيه؟ يدعو. لأن دي مرحلة كبيرة قوي، ليفل متقدم جدا، مش مجرد واحد بيعمل خير، لا، ده صار إنسان معلم للناس الخير. أقول لحضرتك حديث ولا بعد التقرير؟ نشوف التقرير الثاني ونرجع نكمل مع حضرتك.
الله وعلى بركة الله تنطلق قافلة الخير المحملة بالخير إلى أهلنا في أرض الفيروز الحبيبة، إلى أرض سيناء، وسط سيناء إلى الحسنة. هذه القافلة المحملة بالكراتين الغذائية والملابس والأدوات المدرسية وكلدرات المياه، وكذلك مشاريع الخير لإدخال الفرحة والسرور على أهلنا في وسط سيناء. إن شاء الله يكون في انتظار هذه القافلة المباركة المحملة بالخيرات والبركات الدكتور عماد عوض في وسط أهلنا في سيناء. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من كل من أنفق وكل من تصدق، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم جميعا، وأن يكون نورا وذخرا لهم يوم لقاء الله جل وعلا. اللهم آمين. أحباب البر والتقوى في كل مكان، زي ما انتوا شايفين دي الهدايا بتاعتكم اللي انتوا بعتوها لأسيادنا الفقراء في الحسنة في وسط سين. جينا بألفين كرتونة غذائية، وجينا بعشر مشاريع أغنام، كل أخت أرملة أخدت بعزتين تربيهم. جينا بعشر تلاف قطعة ملابس، جينا بمتين وخمسين شنطة مدرسية، جينا بهدايا وألعاب للأطفال هنا. المنطقة دي زي ما قلت لكم قبل كده أكتر المناطق على مستوى مصر محتاجة فعلا بعد حلايب وشلاتين مباشرة. هنا محتاجين مية، جبنا كولدرات المبادرة اللي انتم اتبرعتوا بيها، بنقول لكم شكرا، بس لسه عايزين نكمل المسيرة ونيجي تاني. محتاجين هنا ثلاث محطات تحلية مية، محتاجين هنا مشغل عشان نشغل الأرامل والمطلقات وزوجات الشهداء والفقراء. واختم واقول لكم ان ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط. اهل الخير، بلدنا محتاجانا واحنا محتاجين الفقراء عشان نحصل حسنات وندخل بها الجنه مع جمعيه البر والتقوى المصريه. السلام عليكم. طبعا فكرة القوافل دي بتاخد مجهود وتعب وإرهاق شديد جدا لفترة طويلة قوي على ما بيقدروا يجهزوا كل الكراتين اللي هتروح لأهالينا في أي مكان هم رايحينه، أو إذا كان لبسة أو إذا كان أدوية جهاز عرايس، لأن القافلة الحقيقة بيبقى فيها كل حاجة أي حد هو يحتاج. الشيء الجميل قوي أنه قوافل جمعية البر والتقوى قوافل منظمة جدا، مرتبة قوي، مدروسة كويس جدا جدا، عارفة المكان محتاج ايه، عارفة الزمان محتاج ايه، عارفة حال الناس محتاج ايه، فهم ما شاء الله يجوبون أقطار الجمهورية كلها من أقصاها إلى أقصاها ومن شرقها إلى غربها في أماكن يستحيل إحنا نعرف نوصل لها. كنت هقول حديث هنختم بيه، أنا محتاجك مش فاعل خير بس، أنا محتاجك معلم الناس الخير، طائت نور، طائت خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. مش قادر تعمل خير، دل اللي غيرك عليه وهتاخد الأجر والثواب. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي، اتكلت عليك في كل أحوالي. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن أحدث الطرق الغير جراحية لتنسيق القوام ونحت الجسم، واتكلمنا فيها عن طرق الأدوات اللي بتستخدم في شد الجلد وتنسيق القوام، وكلنا عارفين ان الطب دايما في تطور مستمر. النهارده هنتكلم عن احدث الاجهزه مع الدكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والتجميل بجامعه عين شمس. دكتور احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يمكن من الاسبوع لاسبوع بيكون في تطورات وبيبقى في دايما الجديد عند حضرتك. حضرتك قلت ان من الاسبوع اللي احنا يعني اخر اسبوع طلعنا فيه مع بعض ان في تطور في الاجهزه.
هو الحقيقه الاجهزه اللي احنا بنتكلم عليها احنا متابعينها من فتره، هي يعني نقدر نقول انها جاست ارايفد عندنا او وصلت، لكن احنا كنا بندور على جيل اخر من الاجهزه اللي بيشتغل على الحاجات اللي ما كناش قادرين نحققها بالاجهزه اللي فاتت. يعني احنا قلنا ان الفيزر والجي بلازما عملوا طفره قويه جدا في عالم تنسيق القوام ونحت الجسم وشد الجلد واذابه الدهون وانها ما ترجعش تاني ونتيجتها فوريه. كان بيفضل بعض الحالات اللي نقول لا ما ينفعش فيها الفيزر والجي بلازما، لان كان بيبقى عندنا نقطه مثلا معينه اسمها ضعف العضله. يعني اوقات تلاقي مثلا السيده بعد الحمل المتكرر في تراكم دهون، الجلد مش حلو، ده ممكن نحله بالفيزر والجي بلازما بس، لكن تفضل احيانا نقطه العضله الضعيفه تحت الجلد وتحت الدهون حلها الوحيد كان هو الجراحه. الاجهزه اللي كانت موجوده وبتشتغل على العضلات شويه ضعيفه جدا، وكانت دي علامه استفهام بالنسبه لي وبالنسبه لكل اللي بيدوروا في عالم نحت الجسم بدون جراحه، احنا عايزين حاجه تحل لنا المشكله دي. الى ان وصل الجهاز الحديث اللي بنتكلم عليه اللي هو الالكتروماجنتيك ماسل ستيميوليتور. ده عباره عن جهاز بيشتغل من بره بيطلع نبضات معينه، الجهاز بيحولها لذبذبات كهرومغناطيسيه بتشتغل على العضله مباشره، تخلي العضله بتنقبض وتنبسط كان الشخص ده عمل مثلا في جلسه واحده كانه عمل 10 زيارات للجيم واشتغل على العضله بقوه. بالظبط. فكره الجهاز هي تحويل الذبذبات لنبضات كهرومغناطيسيه تنشط العضله كان الشخص ده بيلعب في الجيم بالظبط. بل بالعكس اضعاف بقى، لانها احنا بنقدر نتحكم في الفولتج بتاعتها. اقدر ابدا الاول معاه بسيط عشان ما يحصلوش زي اي حد بيبدا يروح جيم في الاول، ما ينفعش يدخل مره واحده يعمل تمرين عنيفه يلاقي عضلاته شاده بزياده. نقدر بقى نعمل بيها كل عضلات الجسم، ولها طبعا قبل ما بنجيب الجهاز بنطلع اللي يتدرب عليه وياخد خبره عشان يعرف ازاي يقدر يستغل الجهاز بالطريقه الصحيحه ويحقق بيه النتائج. فنقدر نرسم بيه مثلا السكس باكس من اشهر الحاجات اللي بيطلبوها الرجال، عضله البنش، عضله الشولدر وازاي يعرض الكتف، الدلتويد، الفخذين في الرجال، وفي سيدات اوقات تبقى رجليها رفيعه قوي عايزه تخليها لها شكل مخروسي شويه مليانه من فوق، لها رسمه معينه، نرفع الهانش، ودي من الحاجات بقى المهمه جدا. حتى حقن الدهون ما كانش بيرفع العضله اللي بنسميها العضله النايمه وعضله الهانش نفسه في السيدات، لكن كان يملى الهانش كان يحدده لكن لو الهانش ساقط قوي ما كناش بنقدر نرفعه لان العضله ريلاكس خالص. والاحيان السيده او الفتاه بتبقى صعب عليها انها تلعب رياضه. هنا بقى نقدر بالجهاز لا نرفع الهانش، نرفع العضله بحيث ياخد شكل رياضي اللي هو يعني ما يتحققش الا بعد زي ما بنقول كده 10 سنين من الرياضه في الجيم. فالجهاز ده لوحده طفره كبيره الحقيقه، وامان جدا، وبتعمل في جلسات في الكلينيك من غير تهدير. بيحتاج يبقى يعني وزن معين، شكل معين للجسم، لازم حد يكون عامل مثلا قبلها دايت، حد عامل عمليه. هو هيشتغل على كل الناس، على الاوبيز والوزنه عالي قوي، وعلى الوزن المتوسط. بس اللي وزنه عالي قوي ومحتاج تدخل جراحي مثلا، او محتاج انه ياخد كبسول عشان ينزل مثلا وزنه زي ما بيقولوا كده، لوجيك از لوجيك. يعني انا هرسم جسمي ازاي وانا عندي الجسم بايظ اساسا، الجسم اوفر قوي، هشد العضله ازاي مثلا بتاعه البطن وانا مثلا وزني 120 و150 وعندي الدهون اللي جوه البطن هي اللي زق العضله لبره. فاحنا الحمد لله كل حاجه متاح، يعني اللي وزنه زايد نقدر نخسسه ونقدر نعمل له البروجرام بتاع ده مع ده، بحيث يبقى كل حاجه ماشيه مع بعضها، نخسسه في نفس التوقيت اللي بنشد له العضله، في نفس التوقيت اللي بنشد له الجلد،
في نفس التوقيت اللي لو في دهون خارجية نقدر نعمل لها إذابة. وده الجهاز التاني بقى اللي احنا برضو حابين نتكلم عليه، وهو أجهزة الكرايو الحديثة القوية اللي بتقدر تموت الخلايا، يعني تموت تدخل تشتغل على الخلايا الدهنية، الخلايا من الدهنية الأساس بالزبط. بالزبط. هي أجهزة الكرايو موجودة من زمان، بس برضو كان الطريقة والتكنيك الحديث ان انا اقدر اوصل بيه ان موت الخلية الدهنية ما كانش موجود. لا، اصبح الـ 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 الاجهزة الحديثة من الـ 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 الكرايو، وده برضو احنا جبنا 3 اجهزة مع بعض، ده تاني جهاز فيهم اصبح فعال جدا وبيدي نتيجة فورية. لكن نقدر نقول عشان نعمل الشيب اللي احنا عايزينه محتاجين برضو مثلا 8 جلسات 10 جلسات حسب كمية الدهون ووزن الشخص. الجهاز الثالث الحديث جدا هو جهاز خاص بالبشرة وبقياس كل أنواع البشرة وتفاصيل نسبة المية، نسبة الدهون، نسبة الترهل اللي فيها، الكولاجين، العضلات. ده جهاز بيقيس وفي نفس الوقت بيدينا ايه المواصفة اللي احنا عايزينها، بيعرفك للبشرة. انت هتدخل بالزبط. ايه اللي هتستخدمه، هو كمبيوترايزد بيقدر يقيس كل هذه المواصفات ويدينا العيوب في هذه البشرة. العيب ده ممكن يبقى نقص فيتامين معين، ممكن يبقى اجهاد، طب نحله، يدينا الخريطة اللي هتمشي عليها. بالظبط بالظبط. الى جانب ان هو الجهاز الحديث من الهيدرافيشيال ده له أكثر من 14 مرحلة من إزاي أقدر أوصل للبشرة، وده كله بحاجات خارجية مع حاجات بقى بنساعد بيها بالخلايا الجذعية، بالميزوثيرابي، بكريمات حديثة جدا هي مخصصة لهذا الجهاز، اللي بيها أقدر أرجع البشرة لنضارتها وتشد جلد وتفرد وتشيل السبوتس. ياخد وقت قد إيه بقى الكلام ده كله يا دكتور؟ بص، الحالات مش زي بعضها والسن بيفرق، والسن والمشاكل اللي في البشره، كل حاجه ولها حاجه. الحقيقه عشان نقدر نقول لازم بنعرف التقرير او الريبورت الاول اللي بيطلعه لنا الجهاز، عشان نقدر نقول للشخص او للفتاه او للسيده انت بشرتك فيها المشاكل الفلانيه، نقدر نعالجها بالطريقه الفلانيه، وده هيستدعي مننا 6 جلسات 8 جلسات 2 أي كل حاله حسب اللي يناسبه. بالظبط. طيب هنروح لفاصل، نرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي، اتكلت عليك في كل احوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية، وبرحب بضيف فقرتنا الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والتجميل بجامعة عين شمس. دكتور أحمد، جهاز الإندوليفت بيستخدم في إيه، والمريض يقدر يتعامل بعد قد إيه؟ هو زي ما حضرتك شفتي، هو في أجهزة كتير بتشتغل على مبادئ حديثة، وهي إزاي أقدر أوصل الإنرجي أو الذبذبات القوية للمنطقة اللي أنا عايزها، بحيث اقدر اخد النتيجه المثاليه. الاند ليفت فايبر زي شعره بتشتغل من تحت الجلد من غير ما تسيب اي اثر ولا من اي فتحه، وندخلها ونشيلها ما ملهاش اي اثر. الضوء اللي حضرتك شايفاه ده اللي تحت الجلد ده ضوء ليزر بيشتغل على الكولاجين تيشو، وبيشتغل على الطبقه العميقه من الجلد، يحسن الكولاجين اللي هو الاعمده اللي بتشد الجلد ويخلي الجلد يقل في الطول ويزيد في السمك، فيفرد الجلد بشكل مثالي ويحل لنا مشاكل كتير من ترهل ومن الساجنج وسقوط الوجه من عند الزوايا الفم ومن عند حوالين الانف ومن الشيك الخد نفسه والرقبه. يشد يشد طبعا في الجسم. الاندوليفت بيشتغل على السيلوليت وبيجيب نتائج حلوه قوي في السيلوليت. يعني بيستخدم للوجه وللجسم. وللجسم. الاندوليفت اللي احنا جايز ما اتكلمناش عليه كتير قبل كده في ضمن وظايفه، لان هو ليزر وبيشتغل بكل ابلكيشنز بتاعه الليزر. بيشتغل بفايبر جديد يعني على طبقه اعمق على الدهون،
يدي تأثير زي الفيزر من تفتيت الخلايا الدهنية وإذابتها تماما، ويمنع الفراغ اللي بين الجلد وبين العضلات فيعمل ديفينيشن للعضلة. مغير في العمر. جايز هو استخدامه في الوجه هو الأشهر، لأن ما كانش له بديل في الوجه الحقيقي. يعني هو طلع حاجة ملوش منافس في الوجه. في الجسم هو بيدي نتيجة زي الفيزر، فأصبح عندنا اندوليفت، عندنا فيزر. في الجسم برضو بيشتغل على الجلد، فأصبح زيه زي الجي بلازما أو بنفس الدرجة أو بنفس الكفاءة. لكن الاندوليفت في الوجه جهاز ملوش مثيل وملوش مقارن، لأنه الوحيد اللي ممكن يدي في جلسة واحدة نتيجة مثالية ويخلينا نستغنى عن شد الوجه وشد الرقبة الجراحي في أكتر من 50-60% من الحالات المتوسطة، وعلى الأقل يدي نتيجة 60-70% في الحالات الشديدة من ترهل الوجه واللي بان عليها العمر واللي بدأ يبقى فيه ساجن جديد وترهل شديد. زي ما حضرتك شفتي ما نقدرش نقول النتيجة اللي فاتت دي 100%، لكن على الأقل نقدر نقول مثلا 60-70% بدون جرح وفي جلسة بمنج موضعي. دي من جلسة كلينيك. هي جلسة كل واحد بيبقى حسب احتياجه، ويحتاج جلسة او اتنين. نادرا لو احتاجت اعيد اضافة او ريتاتش لجلسة تانية، لان هو الحقيقة بيدي الماكسيمم باور بتاعته في جلسة واحدة. والكلام ده في الكلينيك ومن غير عمليات ومن غير تخدير، بياخد بنج موضعي، كريم بتحطه على وجهها، ومش مؤلم وملوش فتره ريكفري. يعني مثلا مش هتعمله وتقعد في البيت عشان مثلا مش لازم تتعرض للشمس، لا مفيش كده، ده هي هتخرج عادي خالص وتخرج ليل ونهار مفيش مشكله. مش هيحصل تورم ولا احمرار وكدمات فمثلا لازم تستخبى عن الناس. مش لازم تلبس كرسي مثلا زي الجيب لازمة عشان تداري. الكرسي اللي بنلبسه لا بقى بعد الجيب لازمة او الفيزر لما بنيجي نعمل دبل تشين او حاجه لازم تلبسه خمس ايام او اسبوع، لا في الاندوليفت مش ضروري. نقول لها يعني ممكن بالليل وانت لما تروحي البسي البانديج دي مثلا لغايه ما تصحي تاني يوم الصبح، وبعد كده الاقيها يومين ثلاثه برضو، وده اوبشن مش بالضروره. فالحقيقه كل جهاز له نقطه قوته اللي بيتميز فيها عن غيره. الاي ام اس اللي اتكلمنا عليه في الاول ده شغلته العضله، غير مقارن باي حاجه ثانيه في العضله. ليه؟ في ناس كتير عشان تقول لها روحي الجيم تقول لك انا ظهري بيوجعني. ما اقدرش. الاولاد، مواعيد المدارس، ما عنديش وقت، الكسل، الشغل. نيجي في الشتاء لا ده السقعة، لا ده انا مش ما بقدرش اتاخر. عشان بياخد وقت قد ايه في الجلسه مثلا؟ الجلسه ممكن تاخد لها مثلا ساعه الا ربع. عايز اقول لحضرتك النتيجه بتاعت الاي ام اس في شد العضله، المريض هو نفسه بيقول لك لا انا حاسس ان انا عضلتي مشدوده على الاخر. طب بما يعادل قد ايه في الجيم؟ يعني كاننا لعبنا قد ايه مثلا؟ يعني على الاقل الجلسه الواحده بتدينا مثلا 10 ايام من لعب الجيم القوي. ما شاء الله. طب ده حلو قوي. اللي هو مثلا الواحد عشان يعملهم عايز شهر. لو راح مثلا 3 ايام في الاسبوع يعني هيروح 12 يوم ومش هيحقق النتيجه دي، لان احنا بنختار العضله اللي احنا عايزين نشتغل عليها. يعني الموضوع موجه لحاجه معينه. انا عايز مثلا ارفع الهانش في فتاه او سيده الهانش عندها سائط، لا خلاص انا هركزه على المنطقه دي. عايز اكبر الفخذين في شاب رجليه رفيعه ومش ماشيه مع جسمه، عايز ارسم له سكس باجز، عايز اضيق له الوسط. دي طلب كتير للاعيبه جيم وناس بتوع كمال اجسام، يقول لك انا بذلت مجهود بس انا عندي الوسط بتاعي عريض لان بدات متاخر شويه في لعب كمال الاجسام. فمهما بذل مجهود ما بيقدرش يوصل للنتيجه اللي هو عايزها. لما بنعمل له الجهاز بيضيق له الخصر خالص ويظهر له بعض العضلات اللي هو مش هيعرف يظهرها. ومش لكمال الاجسام دي حاجه للناس كلها، انت عارفه الكرش المصري والعربي طبعاً المشهور. فاخيرا لقينا لهم حل يعني. لا جميل انه في تطور واننا نقدر كل حاجه عندنا فيها مشكله نلاقي لها حل. دكتور احمد نورتيني، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا اتكلت عليك في كل احوالي.